أين نحن عن تاج الأذكار؟ تريدون تاج الأذكار؟ اتفقنا، تاج الأذكار سوف أخبركم به وقد سبق في مناسبات، ووصيكم جميعا أن نعمل به، ومن لم يستطع فليخرج ورقة وليكتب تاج الأذكار، يكفيه من كل ذكر إذا قصر. وهو في الصحيحين عن أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة اسمع كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يوم ذلك حتى يمسي، وكانت له عدل 10 لقاب ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل بأكثر أو قال بأكثر ما قال أو عمل بأكثر ما عمل. هذه 5 في الصحيحين لمن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله بحمده 100 مرة غفر الذنوب وإن كان كزبد البحر. تدري أن تأخذ دقيقة واحدة. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة.